فرحة كبيرة وحيرة مؤرقة. هذا هو الوصف المناسب لحالة الكثيرين ممن انتقلوا للعيش بدبي، الخطوة التي كانت منذ فترة ليست ببعيدة حلماً عند الكثيرين. إنها أيام السعد، شقق الأحلام في المناطق الراقية بدبي صارت بالمتناول. المتغيرات الحاصلة في السوق العقارية لاسيما مع هبوط الأسعار لمستويات ما بين 50 و60% أدت إلى طرح العديد من الأسئلة. هل حان وقت تملك العقار في دبي أم أن خيار الاستئجار لا يزال هو الأمثل؟ تعالوا نتعرف على الإجابة. نصر، أنت كمستثمر اعتبرني اليوم أنا زبونة، هل حان الوقت يعني أنه الواحد يشتري ويتملك عقار أم أنه يظل على الإيجار إذا ما نزلنا إلى تدني مستويات العقارات في الفترة الأخيرة؟ والله اللي عنده فلوس أحسن له يشتري عقار اليوم، لأن فرصة حلوة، لأن قبل كانت أسعار وايد مرتفعة وكان ما عنده خيار إلا يشتري على الأوراق يعني. واليوم الموقع اللي يبى، المكان اللي يبى، البيت اللي يبى والفنش وكل شيء. طيب يعني الناس اللي بتجيك ناصر أنت كمستثمر، مين اللي أكثر، الناس اللي تطلب الشراء أم الناس اللي تطلب الإيجار؟ الإيجار طبعا، الإيجار أكثر، وفي شراء ولكن الإيجار أكثر. الشقة التي ترونها تقع في منطقة الجرينز السكنية، وهي عينة من أصل آلاف الشقق الشغيرة المتوفرة في دبي. رغم ذلك تبقى مسألة التأجير أو الشراء رهنا بتقلبات السوق. شيرين، شفتك بتلفي في البيت، بتفكري انك تشتري ام تأجري؟ صراحة بالوقت الحالي والاسعار اللي صاعدة ونازلة بفكر اني استقر على الايجار، وان شاء الله لما تثبت الاوضاع ممكن افكر، يعني اكيد يعني حابة اسكن املك شغلة ففكر انه اشتري شغلة. اختلفت الاراء وتعددت. البعض يرى أن تكلفة التمويل لا تزال عالية بالنسبة للراغبين في الشراء، بينما الاستئجار يشكل فرصة جيدة في ظل الظروف السعرية الراهنة، حيث يستأجر الناس ويستثمرون أموالهم في مكان آخر. أما البعض الآخر فيرى أن الشراء استثمار طويل الأمد، لأن القطاع العقاري يمرض ولا يموت.